السلام عليكم. هذه حبانات للفراخة. طبعا هذا هي تعبي هذه النشارة أو تحط فيها فراخة أو تحط هنا نشارة وفراخة كل يوم تبغى. فيها فتحات تهوية وفيها ترمستات. الترمستات هذا شو وظيفته؟ هذا إذا درجة الحرارة وصلت للدرجة اللي أنت تبغاها تقفل، إذا نزلت من الدرجة اللي أنت تبغاها يشتغل، يعني يعطيك نفس الدرجة اللي أنت تبغاها في نفس الصندوق هذا فقط. هذا هو الترمستات أصلي واللمبة أصلي، واللمبة هي مصدر الحرارة. وطبعا هذه تصك كذا ولها بيبان. العرض هذه 38 وشوي، يعني حوالي 39. الارتفاع 30، الطول كذا 50. وعندنا منها من نفس النوع نفس الحجم كبير شو اسمه، ولكن اللي فيه اصغر وفيه اكبر. الاصغر والاكبر يفرق شيء بسيط في السعر، يعني ما يغير شيء، لان اهم شيء عندنا اهم قطعه عندنا هذه هي الترمستات، هي اهم قطعه. اذا الترمستات زينه امورك حلوه، يعني حتى لو ما بغيت تشتري وتبغى مثلا تسوي حضانه تشتري الترمستات تربطه على اللمبه وتحطه في كرتون وتحطه في اي شيء وتشتغل عندك، مو بشرط انك يعني تاخذ حضانه من هنا ولا من هنا. اللي نشوفه يناسب يناسب. وعندنا نوعيات كثيرة منها طبعا، وهي نفس اللون، يعني شفافة عشان تشوف الفراخة وتشوف كل شيء، يعني بس انت تشغل بس وتناظر فراختك وتناظر كل شيء. وحقات التهوية احنا مكثرينها اللي بتحط، طبعا هي تقفل وتفتح وكل شيء. وعندك اللمبة هنا احنا ضابطينها طبعا مبدئي للي يبغى نفس طريقتنا في الحرارة، اللي يبغى عاد يغير في الحرارة اللي هو عاد على حسب طيره وعلى حسب عدد ايامه يسوي اللي يبغى. هذا موجودة احنا في الرياض السويدي مخرج 24، وبنبيع تقريبا نفس السعر، شيء بسيط تكلفه فقط، يعني نفس الاغراض نفس كل شيء، بس ناخذ حاجه بسيطه. يلا تمام.